مساء الخير أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة من برنامج لقاء على الهواء. ضيف اليوم من مجال المالي والأعمال، استطاع بجراءة أن يقتهم مجال الاستثمار في مجال الأغذية ومجال العقارات. أكيد رغم صغر سنه إلا أنه أصبح رمز من رموز الشباب اللي هم بصمة خاصة في مجال الاستثمار خارج الوطن. أكيد ضيفنا المنورنا إحدى رجال الأعمال بجمهورية مصر العربية. إحنا فخورين جدا جدا إنه يكون عندنا كمثل هذه من الشباب ليهم مكانة، أثبتوا وجودهم للمجتمع، هم موجودين أكيد بمقدارات كبيرة جدا جدا. فإحنا دي حاجة أكيد تشرفنا، ودولة مصر دايما راعية لمثل هذه الأحداث. أكيد إحنا في انتظار ضيفنا، وفاصل ونرجع من جديد، استنونا. ورجعنا لكم من جديد أكيد مشاهدين الأعزاء، وزي ما قلت لكم ضيف اللي منورني أكيد من مجال المال والأعمال، واستطاع بجدارته ونجاحته يكون رمز من رموز الشباب اللي وبصمة خاصة في عمل الاستثمار الخارجي. أكيد منورنا النهاردة ضيفي في الاستديو السيد رحمة إسحاق آدم، مدير عام شركات الدليل للخدمات الطبية والعقارات بجمهورية مصر العربية، ومدرب في التنمية البشرية. أهلا وسهلا بك، نورتني. يا أهلا وسهلا، بسم الله الرحمن الرحيم. زيك؟ الحمد لله في نعم الحال. أنا مبسوطة بك جدا إنك منورني في الاستديو. تسلم يا رب ويكرمك رب. الحاجة الثانية مبسوطة بك جدا إنك من رموز الشباب السوداني اللي بتمثلنا خارج الوطن. تسلم يا رب ويكرمك. الله يخليك يا رب. حندخل طوالي في الحديث. حضرتك مدير شركات الدليل، يعني رجل أعمال إن شاء الله. الحاجة الثانية مدرب في التنمية البشرية. نعم. كلمني عن التوافق ما بين التنمية البشرية والعمل الاستثماري، ما بين الساعات الطويلة في المكتب، وطبعا لأي واحد فيهم أهمية خاصة. نعم. التدريب طبعا أهمية ومسؤولية كبيرة جدا جدا، إنك أنت بتوصل رسالة معينة لمتلقي الدراسة، أيضا مجال الاستثمار والإدارة. أيوة نعم، حياتي. حدثنا. بالنسبة للعمل في مجال الشركة. أوكي. هي أصلا حقيقة هي صعبة الواحد لما يوافق بين الاثنين. تمام. لكن الواحد لو عندك عزيمة وإصرار ممكن كل شيء يكون جايز في ايدك. يا سلام. الحمد لله. بالنسبه للخدمات الطبيه حاليا بنساعد الناس بصوره واسعه. أوكي. لانه احنا كدليل بالنسبه لكل الوافدين من السودان لجمهوريه مصر العربيه، من السودان وجمهوريه مصر العربيه ومن كل لكافة الدول الافريقيه. ان شاء الله. يا سلام، عمل جميل جدا. ربنا يقدركم ان شاء الله. على امين ان شاء الله. الكبير والكبير ده. آمين. عايزك برضو تكلمنا عن شركة الدليل وتأسيس شركة الدليل والفكرة. اوكي. اصلا شركة الدليل هي تأسست 2018. اوكي. شركة مبنية للخدمات اصلا. تمام. بنشتغل في كذا مجال، بنشتغل في مجال الخدمات الطبية. تمام. والعلاجية والصحة، ونشتغل في مجال العقارات. أوكي. ثم اخيرا في مجال التنميه البشريه. جميل جدا. وحاليا الحمد لله بعد ما اسسنا الشركه، في الاول كان في معاناه بالنسبه للوافدين. أوكي. لما يصلوا القاهره. تمام. ما عندهم دليل، ما عندهم توجيه، ما عارفين يعني توجيه. ما في اماكن معينه هم بيتجهوا عليها عشان يتلقوا العلاج، او مثلا حد جاء عشان استشاره معينه، اكيد ما حيكون عارف الدكتور اللي هو ماشي له. ايوه. بس شركه دليل بنقول هي بتدل. نعم. اسمع على مسمى. نعم. اسمع على مسمى. نعم. شركه دليل هي حقيقه بتساعد الناس بصوره واسعه. الواحد لما يطلع برا بلده. معلش دكتور استاذ تاور، معانا اتصال. الو، مرحبا. مرحبا بك استاذ احمد حمدان. ايوه، مرحبا بكم الاستاذه رزينة، ومرحبا بضيفك الكريم، ومرحبا بمستمعين القناه الصحه والجمال، واتمنى لكم ان شاء الله مشاركه طيبه.
يا هلا وسهلا بك يا فندم، اتفضل حياك الله. اتفضل اي سؤال. طيب طيب انا بس احب اشكر السيد الاستاذ رحمه اسحاق مدير شركه قناه الشركه الدوليه للخدمات. اوكي. وصراحه ان الرجل يعني من خلال الشركه بتاعته قدم الكثير والكثير، وهي شركه رائده في مجال الخدمات، الخدمات الصحيه، الخدمات العقاريه، خدمات رجال الاعمال. يعني الرجل له يعني ثقه في المجتمع وله تعامل وشفافيه. جميل كدا. جميل. اي سؤال ثاني يا استاذ رحمه؟ نعم معلش ما سامح حضرتك. اي سؤال ثاني؟ اي سؤال؟ انا ممكن اسال ضيفك الكريم الاستاذ رحمه. يتفضل. عن مثلا الاهداف المستقبليه للشركه في غضون الخمس سنوات الان. اوكي يا مرحبا استاذ احمد. بالنسبه لشركتنا الرؤيه المستقبليه ليها استاذ حمدان معلش اسمعنا على التلفزيون، على التلفزيون، واكيد استاذ رحمه حيرد لحضرتك، وانا بتشكرك جدا جدا على الاتصال، شكرا جزيلا. اتفضل استاذ. اوكي بالنسبه لشركتنا الرؤيه المستقبليه ليها، اولا باذن الله تعالى رؤيتنا هنكون اول شركه في مجال الخدمات. أوكي. للوافدين في الدول الأفريقية. الآن الحمد لله بنشتغل من ثلاث دول. أوكي. من السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى، وقريبا إن شاء الله هنضيف دولة جنوب السودان. كلام جميل. ونيجيريا إن شاء الله تعالى. تشرف. وبعد ذاك بإذن الله في الـ5 سنين الأخيرة الآتية بإذن الله تعالى بنصل لكافة الدول الأفريقية، وهنكون دليل حقيقي بالنسبة لكل الوافدين، وان شاء الله يستفيدوا من خدماتنا، والواحد جاي القاهره ما يكون في معاناه بالنسبه له. بالتاكيد. بيجي وهو مطمن وهو عارف نفسه هو ماشي وين ويعمل في شنو ان شاء الله تعالى. جميل جدا. كحضرتك كواحد من المستثمرين الاجانب، انا ما بقول احنا اجانب صراحه في مصر، يعني نعم. احنا بنحس انه ده وطننا الثاني صراحه. أكيد. من استقبال والحفاوه اللي هم مقدمينه لنا. نعم. انا كنت عايز اسالك انه يعني الاستثمار داخل مصر الاستثمار حدثنا عنه، بحيث انك تشجع الشباب برضه يستثمروا. اكيد. أوكي. مصر فاتحه كل الافق اكيد. نعم حقيقه الاستثمار في مصر سهله جدا جدا، وفي نفس الوقت القوانين هنا يعني مستحيل بالنسبة للمستثمر. والأهم من كده في أمان، طول ما في أمان دائما الاستثمار في المنطقة الآمنة هي أسهل وأفضل، ونجاحها بسيط جدا. جميل. نجاحها ساهل يعني. جميل جدا. إحنا بس معانا مكالمة. ألو مرحبا. ألو السلام ورحمة. مرحبتين. وعليكم السلام دكتور طارق. مرحبتين كيف أستاذ رزينة. يا هلا وسهلا بك. يا هلا وسهلا بك. تفضل. مرحبا بك وسعيد جدا بصلاتكم ان شاء الله يا رب. يا هلا وسهلا بك يا رب. اتفضل يا فندم. مرحبا بكم. اول حاجه بنحيي اذاعه قناه الصحه والجمال، وعبر التحيه لضيف الاخ العزيز رحمه اسحاق رجل الاعمال الشاب. اوكي. والواحد سعيد جدا في هذه اللحظه عبر الأثير. أحيي صراحة دوركم الكبير في إطار رفع الوعي ونشر المعرفة في إطار هذه أهمية الإعلام. فالواحد سعيد جدا بهذه الصلة، وأحيي كل المستمعين والمشاهدين، وبقول دائما أهمية الإعلام وأهمية التنمية البشرية وأهمية التدريب. جميل هي جدا. هي أساس تطور الأمم وتطور الدول. أكيد. وزي ما إحنا عارفين إنه يعني الفرص متاحة جدا في جمهورية مصر العربية لكل من طرق باب العلم. أكيد طبعا. طبعا طبعا. إحنا مصر بالنسبة لنا يعني هي قبلة لكل العالم صراحة. بالتأكيد بالتأكيد. ودورها كبير جدا، وخاصة مصر هي تعتبر يعني هي كما يقولون أمة الدنيا فعلا، تحتضن كل الدول الإفريقية والدول العربية وحتى الدول الغربية. بالتأكيد. وهي يعني دائما أنا أقول مصر منذ زمان هي تهتم بالعلم والمعرفة، وأنا تدربت على يد الله يرحمه إبراهيم الفقي في مجال التنمية البشرية، فبالتالي
مصر اللي انا يعني حقا كبير يعني من النوفيه بدورها الكبير في القاره صراحه يعني، وان كان القاره الافريقيه او القاره العربيه في كل الدول صراحه يعني. جميل جدا دكتور طارق، احنا بنتشكر حضرتك جدا جدا على الاتصال وتابعنا على التلفزيون. بنرجع لك تاني الأستاذ رحمة، إيه رأيك في الاستثمار أو السياحة عامة، سواء كان الاستثمار في الدول الإفريقية وبصفة خاصة في مصر والسودان؟ أوكي، السياحة هي متاحة في السودان وكافة الدول الإفريقية، أوكي، لكن في مصر بصورة أكبر، تمام، بصورة واضحة، تمام، لأن حقيقة مصر مستقرة وآمنة. كل وآمنة. أيوة. كل الأعمال يا إما الاستثمار يا إما السياحة، أوكي، لازم يتواجد في منطقة آمنة، لازم يكون في الأمن، لازم يكون في الأمان، هو ده السبب الأساسي، أوكي، لسبب النجاح لكل المشروعات. والآن الحمد لله هي رؤية كبيرة جدا جدا بالنسبة لقلب السواح الأفارقة لمصر. يعني شركة دليل حاليا بتفكر انه تعمل حاجة كده. ايوه نحن فكرنا وحتى خططنا والخطة جاهزة. جميل جدا. بس عاوزين نشارك الحكومة المصرية في هذا المجال. أكيد. لأنه مجال السياحة مجال واسع جدا جدا. جميل جدا. وجلب السياحة من كذا دولة ما حاجة صغيرة ولا مشروع صغير. بتأكيد. مشروع كبير، حتى أنا قبل كده كنت في لقاء في قناة التالتة المصرية، أوكي، ذكرت حتى لو أتاحوا لنا فرصة، يا رسالتنا وصلت لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة السياحة، أكيد، في المجال ده بإذن الله هيخدمنا أكثر ونكون فائدة للدولة المصرية قبل كل شيء وننجح بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى ربنا يا رب. كنا برضو عايزين نتكلم عن المشاريع الصغيرة. أيوة. يعني المشاريع الصغيرة بحيث انه في ناس لسه بتبتدي مشاريع، نعم، فكيف رعايتها وتطويرها وتنميتها؟ اوكي، المشاريع الصغيرة هي اصلا هي الباب الاول، أوكي، لسبل النجاح للشباب وكل المبتدئين، اوكي. والمشاريع الصغيرة هي شريان حياة الاسر، يا اما الطبقة الوسطى، تمام، لنجاحها المشاريع الصغيرة، لأنه هي بدايتها بالمشروع الصغير الواحد بيفتح آفاق ويصل للعالمي ويصل يبقى بيزنس مان، يا إما يعمل شركات يا إما يكون له مؤسسة كبيرة، بدايتها مع المشاريع الصغيرة. لذلك أنا أوجه كل المسؤولين وكل النشطاء وكل الدول، يا كدولتنا نحن بالأخص نحاول نساعد الشباب ونحاول، ممكن، نعمل برنامج متطور جدا جدا يطوروا من مقدراتهم هم. أيوة، تأهيل ويصلوا الشباب. أيوة. لسوق العمل والاستثمار. أيوة. ده حس حالي إننا بدينا به. جميل. والحمد جداً. لله معنا آخر فترة هنا الحمد لله دربنا شباب كمية كبيرة جدا جدا وتخرجوا الآن، وحتى وجهناهم لطريق النجاح وإن شاء الله بيصلوا لمستواهم بنصل لمتغاين كمان بإذن الله. نتمنى ذلك. في مجال التنمية البشرية بيتدربوا اللي هو الدبلومات تي او تي. اوكي، احنا اصلا دخلنا في مجال التنمية البشرية. أوكي. عملنا توأمة مع الكوتش طارق تاور. تحية له من هنا. نعم كي. تحية للدكتور طارق تاور لأنه قدم لنا الكثير الكثير. نعم. حقيقة إنسان فخر للسودان ولنا جميعا. وكوتش طارق تاور بعد ما احنا عملنا توأمة مع شركة مركز جانج لتدريب المدربين وشركة الدليل. هي مركز تابع. هي مركز، ايوه، مركز موجود. مسجل. أوكي. رسمي في السودان. جميل. وجاء هنا في القاهرة. جميل. وعمل توأمة معنا مع شركة الدليل. جميل. وبدينا في فترة كورونا في تدريب المدربين التي او تي، تدريب المدربين والتي ام تي. والله. والتخطيط الاستراتيجي الشخصي. جميل. والإعلام الرقمي الحديث. والكوتشنج. اوكي. والحمد لله الان وصلنا لكميه كويسه من الشباب، والتطور ماشي كل يوم.
يا رب المزيد الحمد والمزيد. لله. هو بتستهدفوا مثلا أبناء السودان فقط ولا كل لا، الدول الإفريقية كافة الدول الأفريقية، بما فيهم حتى المصريين اللي أبناء في مصر، مصر؟ حتى أبناء مصر معانا. وأحيي الباشمهندس مصطفى السيد، أكيد ما له شاء الله عليه التحية. وآله، والتحية من هذا المنبر، لأنه إنسان شاركنا في كل الاحتفالات ومعانا، ودائما بيشجع الشباب ليصلوا جميل جدا. لمبتغاهم. والآن دربنا تقريبا 24 مدرب من كافة الدول الأفريقية جميل جدا. شاركونا، واليوم امبارح إن شاء الله بدينا في التخطيط الاستراتيجي الشخصي، جميل جدا. ونتمنى إن شاء الله نتفوق لقدام ونحاول نصل لكافة أفريقيا إن شاء الله. يا رب نتمنى ذلك. آمين. شركات دليل بتتمنوا أو عندكم رؤية لقدام إنه تعملوا فروع في دول تانية في دول إفريقيا؟ أيوة، حس حاليا مكاتبنا ثلاثة، الرأس هنا في مصر، ومكتب في السودان، ومكتب في تشاد، وافريقيا الوسطى ما في مكتب، لكن بنتعامل على طول، عندنا مندوب هناك. لكن ان شاء الله قريبا بنفتح مكتب في دولة جنوب السودان ونيجيريا، وحيكون في كافة الدول الافريقية في قريب العاجل ان شاء الله تعالى. كلام جميل. طبعا النجاح شيء صعب جدا، اكيد داير مصابرة اكيد عشان انت توصل. اكيد في عقبات كثيره قابلت السيد رحمه. نعم اكيد. كيف كان المواجهه؟ حقيقه في البدايه هي كانت صعبه، والنجاح سكتها هي ما سهله، لكن بالعزيمة والاصرار الواحد بيصل لمبتغاه. الواحد صابر وعانى واجتهد، الحمد لله ربنا وفقنا، الان بدينا في سلم، حصلنا سلم النجاح زي ما بيقولوا. جميل. ونتمنى ان شاء الله تعالى التوفيق للجميع ان شاء الله. نتمنى لك لكن التوفيق. وصلت للشباب، لازم يكون في عزيمه واصرار، ولازم يكون في شغف للتعلم. اوكي. بنصل للتطور ان شاء الله. اكيد. نعم. اكيد احنا شاكرين جدا سيد رحمه اسحاق، كنت ضيف عزيز علي صراحة، يعني أنا متشكرة لحضورك جدا جدا. ولغاية هنا معلش طبعا الوقت سرقنا. نعم. لكن بنقول للمشاهدين أكيد إحنا وصلنا إلى ختام حلقتنا، استنونا الأسبوع الجاي حلقة جديدة وضيف جديد. إلى اللقاء. أوكي، لكم شكرا إن شاء الله لكل التيم العامل، موفقين بإذن الله تعالى. شكرا.